أهلا بكم. راقب المتداولون وأصحاب القرار في مصر استقبال البورصة السيء للطرح العام لإحدى شركات القطاع الخاص هذا الأسبوع في وقت تشير فيه الأرقام إلى تراجع الطلب على سندات الخزانة المصرية. لم تنجح شركة ثروة كابيتال في جذب الاهتمام في أول جلسة تداول لها في البورصة المصرية يوم الاثنين الفائت، فسهم الشركة التي تقدم باقة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية هوى بأكثر من 15% وسط تفاقم المخاوف من انعكاس الأمر على حركة الطروحات الأولية في البلاد، كما رأى محللون في انخفاض سهم ثروة كابيتال إشارة قوية إلى تراجع إقبال المستثمرين على الأسهم المصرية. فبورصة القاهرة التي بلغت في أبريل الماضي أعلى مستويات لها على الإطلاق عادت وتراجعت بأكثر من 26% لتواكب بذلك الانخفاض الذي تسجله الأسواق الناشئة على خلفية تداعيات الحرب التجارية التي يشهدها العالم. من ناحية أخرى، كشفت وكالة بلومبرغ أن بيانات البنك المركزي المصري أشارت إلى تراجع الطلب على السندات المصرية في شهري أغسطس وسبتمبر وسط ارتفاع العوائد على سندات الدول الناشئة. هذا التراجع أجبر وزارة المالية المصرية على إلغاء مزادات متتالية لسندات خزانة في ظل طلب المستثمرين لعوائد أعلى. ويرى المحللون أن استمرار إلغاء مزادات السندات من شأنه أن يضغط على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، علما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى مصر تراجعت خلال الربع الثاني إلى أدنى مستويات لها في نحو عامين. وعلى الرغم من الأزمة التي تعيشها اليوم الأسواق الناشئة، توقع صندوق النقد الدولي أن ينجح الاقتصاد المصري بتحقيق 5.5% من النمو في عام 2019، وذلك مقارنة مع 5.3% في عام 2018. وأرجع الصندوق توقعاته هذه إلى البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي التي وضعته القاهرة في عام 2016، والذي يساعدها بحسب الصندوق على امتصاص تذبذبات الأسواق.